مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اونلاين. انا حسام حداد بكون معاكم كل يوم حد وكل يوم اربع من الساعه 4 للساعه 5. كنا اجازه الفتره اللي فاتت من اونلاين بس كنا شغالين مع حضراتكم بقى تغطيات اخباريه، وكان عندنا الاستفتاء على الدستور، وكان عندنا الفرحه اللي بعد الاستفتاء على الدستور، كان عندنا حاجات كتيره جدا اخباريه. غبنا عليكم وحشتونا ورجعنا لكم مره ثانيه اونلاين. لسه هنكمل معاكم ان شاء الله حد واربع من كل اسبوع من 4 ل 5. عايز اخش معاكم في الحلقه عشان الحلقه سريعه جدا وفيها مواضيع كتيره جدا جدا النهارده، ويعني مهمه لان احنا برضو في فتره اعياد. كل سنة وانتم طيبين. بس قبل ما نتكلم على عيد القيامة المجيد، كل سنة وكل واحد مصري بخير، وقبل ما نتكلم على عيد شم النسيم كل سنة وانتم طيبين، عايز اتكلم معاكم على موضوع قلب السوشيال ميديا فعلا، وابين قد ايه ممكن يكون واحد فعلا ربنا بيحبه، واحد قلبه ابيض، والناس فعلا بتكون مقدرة الراجل اللي قلبه ابيض بجد. صوره قلبت حال السوشيال ميديا في مصر من يومين تقريبا، نشرها الاعلامي شريف مدكور على صفحته على الفيسبوك، ونشر الصوره بدون اي تعليق، وظهر في الصوره على سرير في مستشفى وجنبه ممرضه زي ما حضراتكم شايفين الصوره من غير اي كابشن من غير اي تعليق. التضامن من جمهور السوشيال ميديا مع شريف كان كبير جدا جدا، وكان في بوستات كتيره بتدعي له ان يكون الموضوع بسيط، ومحدش كان عارف لسه ايه المشكله اللي كانت عند شريف خليته يخش المستشفى. بعدها نشر شريف مدكور فيديو بيطمن فيه جمهوره ومحبيه. خلينا نشوف الفيديو اللي نشره شريف في بداية الأزمة كان عامل ازاي. عايز اشكر كل الناس اللي بعتت لي النهاردة، الناس اللي معايا رقم تليفوني، والناس اللي جولي المستشفى. انا مش عارف اقول لكم ايه، اشكركم جدا. انا عندي مشكلة في القولون كبيرة شوية، النهاردة عملت انذار واشعة بالصبغة وحاجات كده، بس يعني ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه، ربنا ما بيجيبش غير الخير وربنا ما بيجيبش غير الحاجات الكويسه. مرات وانا الحمد لله روحت البيت عشان ما حدش يروح المستشفى، انا روحت البيت. ومره تانية ميرسي للناس اللي تعبوا، تسلم رجليكوا اللي جولي المستشفى، وكل الناس اللي بعتت لي على الفيسبوك، وكل الناس اللي بعتت لي على الواتساب، وكل الناس اللي قعدت تدعي لي. كويس الحمد لله. وسوري ان حطيت الصوره من غير ما اشرح انا فيا ايه او عندي ايه، ما كنتش عارف اكتب ايه او اشرح يعني. بس ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه. الاسبوع الجاي على يومين ثلاثه كده اعرف نتيجه العينه والتحاليل والكلام ده كله، ان شاء الله كل حاجه تبقى زي الفل. وبشكركم مره ثانيه، كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وكل مسرحيين مصر طيبين.